عايشتني في قصة حب صدقتها عشت فيها بنيت كياني فيها. عمري ما كنت أتخيل إنك أنت ممكن تسيبني علشان تروح تدرس ولا تشوف مستقبلك. أنت طول عمرك كنت بتقول مستقبلنا، كنت ساذجة حتى لما وقت سفرك جه وما كنتش بتعمل أي حاجة، كنت بديلك ألف عذر، كنت بقول لما تسافر وتستقر أكيد هتبعتلي. أنا مفيش ولا حاجة من دي حصلت. فعشان تعاقبيني رحت اتجوزت أخويا. أنا ما رحتش، هو اللي جه. عارف ليه؟ لأنه ما كانش يعرف حاجة، عشان أنت كنت مخلي علاقتنا سر مش مهم أبداً أي حد يعرفه، حتى أقرب الناس ليك أخوك. مش حقيقي. حقيقي؟ لا مش حقيقي، لأن أنا ساعتها كنت لسه مخلص ليكي. ساعتها كنت أناني ما بتفكرش غير في نفسك وبس، ولحد دلوقتي أناني ما بتفكرش غير في نفسك وبس. والدليل هو بتقولي عملتي، ده جاي تحاسب عيلة كل اللي عملته رد فعل. حتى لو أنا كنت غلطان ليه عملتي فيا كده؟ ليه عملتي في نفسك كده؟ كنت بحاول أحافظ عليك، كنت تايهة ما كنتش عارفة أعمل إيه. مامتك لما جت تزورنا افتكرت انك انت فقت، وانك بعتها علشان تخطبني وتصلح خلطتك انك انت سبتني وسافرت. من جوه هي كنت عايزه اسامحك، لقيتها بتخطبني لاخوك الكبير. في الأول افتكرت إني أرفض، بعد كده اكتشفت إنه لأ، يمكن لو تعرف إن أنا ممكن أضيع من إيديك تتصرف تتحرك تعمل حاجة. إنما حقيقي كنت ساذجة ما عملتش حاجة. حسيت إن أنا ماليش قيمة عندك. فكرهتيني، كرهت نفسي، كرهت ضعفي، كرهت حبي ليك. يا نادية نبيل لما قال لي انه هيخطب ما قاليش هيخطب مين، سمعاني ما قاليش هيخطب مين. ساعتها لما اتكلمنا في التليفون قال لي الظاهر ان انا هعملها وانت مسافر. أقسم بالله أنا ما كنتش أعرف، لأني لو كنت أعرف أنا كنت تصرفت تصرف تاني.